والله هو هذه المسألة يعني ذكرت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سؤال عام، يعني بعض الناس يشق عليه مثلا ترك المحرم بعض المحرمات، فأمور كثيرة منها ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن منها الاستغفار، لأن الشيطان الآن إيش يريد منك؟ يقنطك من رحمة الله، فأنت تستغفر حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأنت بفضلك عن من سواك، صحبة الصالحين. ترى في أشياء عندنا ممكن يعني تكون بإذن الله سبب لدفع هذه الأشياء، مثل ما قلنا الآن الشيخ الخضير يعني ترك الجوال. يعني الآن مثلا الأب يقول أنا لابد في هذه الأيام مثلا عندي الأولاد حلو الواجبات وكذا مثلا على اللابتوب مثلا كمبيوتر، لا مشكلة حط، لكن تضع اللابتوب وين؟ في وسط البيت حتى يطلع الكل، ما في إشكال. حتى الأب الآن يعني الأب عندما يفتش الجوال يفتش قدام الأولاد ما يخفي عنهم، لأن إذا خفي عنهم ممكن الولد بعد فترة يشك فيه، والله إذا كان يخفي عنه أكيد عنده شيء مثل ما نعم. فالأمور أنت تعرف أن أمور أهل السنة الحمد لله، يعني يقول شخصان سبحان الله أحبه يقول إحنا ما عندنا شيء مخفي، هؤلاء أصحاب الجحور يتكلموا تحت الأرض، يقول الحمد لله إحنا نتكلم فوق الأرض. في مسألة يا إخواننا الصحبة الصالحة مثلا الدعاء الاستغفار، هذه الأمور التي ذكرها يعني العلماء رحمه الله تعالى، هذه أسباب ترى أسباب الإنسان يبتعد عن هذه الأشياء. يعني عندنا بعض البرامج والله ما تصلح، يعني بعض البرامج في الجوال تتعرف فيها صور فيها طامات وغصب عنك ترى هذه الصور. أنا ما أتكلم مثلا خلينا الآن الحين ما بنسمي برامج، في عندنا بعض البرامج تتعرف إنه فيها متابعين وفيها كذا ويفتح عليك مجال لا نهاية. فليش أنا أخذ نزل البرامج؟ إذا أعرف من نفسي أنا ضعيف خلاص يا أخي أغلق البرنامج وارتاح حظ صح؟ كسر الجوال. مسألة أبقية، هل يصح إتلاف المال؟ لا يصح إلا إذا كان لمصلحة راجعة، يصح إتلاف المال إذا كان لمصلحة راجعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم وحرق الضرار. إتلاف المال نعم مصلحة راجعة، كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد في هذا المسجد من المدافعين ويعين رجل من الصحابة صح وينقلب إلى مسجد أصلح التقوى، لا ما يصلح هذا ما يصلح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم وحرق. إتلاف المال نعم مصلحة راجعة حتى لا تكرر هذا الفعل أبدا صحيح. إحراق رحل الغالب الذي يغل من الغنيمة يحرق أكله. إتلاف تعدي يصح مصلحة راجحة. فبالك اليوم جوالاتنا إحنا أخواننا يمكن لو نطبق الآن كلنا كسر جوالاتنا نرتاح، والله كنا في سعادة في أمور الحمد لله، وما كان يعني مثل هذه الأمور. الآن في المحاضرة أحيانا أنا لا أتكلم عن هذا المجلس، في الدرس في الحرب مثلا تجد عالم مثل الشيخ عبد المحسن عباد حفظ الله شيخنا الله يحفظه، يعني هو في الدرس هذا يلعب وهذا يرسل رسالة هذا وهذا أمامه يتصل به، عيب عيب والله عيب تسمع هذا صحيح، ولا يفتش ولا يرسل رسائل محدث ولا حرج. هذا طلاب فبالك العوام، العام الآن يدخل مسجد صلاة ما قيمة ايش يسمع؟ يبدأ يفتش ينظر في الجوال وكذا. وأصبح الأمر ترى في القديم عيب على أي داخل المسجد يخرج الجوال، الآن عادي الإمام بعد السلام يطلع الجوال عادي يشوف الأرقام ما في أي إشكال صح؟ أول ما خرج عندنا جوال وكاميرا ما يمكن علينا إحنا محرم كان جوال وكاميرا، ما أستطيع والله أحد الشباب زرافين أحداني جوال وكاميرا قلت والله ما أستطيع غير، فغير أعجبني جوال ثاني دون كاميرا. الآن لو جاء أعطاني جوال دون كاميرا ما أخذ الأسف، الجوال كشيرا ما يصلح كان يستقل به صح؟
اي اقول لك تغيرت الامور. هذا الشعر والله عندنا اخوان الشعر شيء كبير جدا. وانت تسمع اخواننا هؤلاء، نحن الان في عندنا قدوات صح؟ تمام. مثلا الشيخ غير الشيخ عبد المحسن عباد الشكر، هذا قدوات عندنا. طب يعني انت الان تريد تسير على مثل هؤلاء او لا؟ تقتدي بهم حتى في هذا المسألة، حتى في الجوال، انت شايف؟ لكن ضعف النفس احيانا، ضعف كذا، ضعف بعض المسائل. ففي اشياء يقول ابن عثيمين رحمه الله، يقول تاثرنا بابن سعد رحمه الله، تاثر شديد يقول، حتى اصبحت اضع الوتر كما اضع ابن سعد. يقول خط محمد، اي ابن عثيمين رحمه الله، يقول خط محمد كان جميل، اصبح خط المذهب خط الشيخ يعني شوي. يعني لانهم راوا قدوه هؤلاء. فالان اخواننا عندنا قدوات مثل هؤلاء الائمه الان. شوفوا ما يشتغل بهذه المسائل، ما يشتغل بالقيل بالقال، مجالس هؤلاء يعني السمت العلم قد لا تجد بعد هذا، يعني مثل هذه المجالس. يعني مثلا مجلس الشيخ عبد المحسن عباد رحمه الله الان، يعني قد لا تجد هذا المجلس بعد هذه الايام. صحيح اغتنم الفرصه، يعني تاخذ من سمت الرجل من اتباع السنه زهد مثلا، هذه المسائل. الطالب يقول اذا ما طبقنا احنا من نطبق؟ العوام. والعام الان لو شافك مثلا في المسجد خاطب الجوال تشوف واتساب، خلاص يقول والله فلان يطلع واتساب، ايش اسمع؟ صح؟ الله المستعان. مكلف ترى تمام كذا؟ كان معروف في خطبة الجمعة شيء. ايش هو؟ الجوال في خطبة الجمعة الخطيب ياخذ حاجة. الله المستعان. طيب لو انقطع الجوال مشكلة. لو انقطع مثلا. شيخ ممكن انقطع عن الجوالات. والله؟ سألنا بس مرة. ها؟ ممكن انقطع عن الجوال. لازم؟ مو لازم. أنا عندي خطبة جمعة بكرة. لا مو لازم. مو ضروري. لا مو لازم مكتوبة شيخ. والله أنا الموافقة جاتني بدون، أنا اختار الموضوع، ما هو كاتب لي موضوع. لا بس 20 دقيقة. أنت ضيف الحمد لله. ما تخاطب شيخ. في المسجد ما سمعت. جرب الجواب. ها؟ وجاوب الجوال حسن. والله في خطبة الجمعة من يلعب في الجوال، الشيخ الحليبي عندنا وهو يخطب الجمعة وهو يصور فيه وينكر الشعر، يصور الإنكار. والله يصور الإنكار. اسمع أحيانا بعض المقاطع والله فيها استهزاء. حصل عندنا وموجود هذا، لو تبحث عن تجده، حصل أن الشيخ الحليبي يعني رفع صوته مو بالتكبير، بالتسبيح. المصلين بعضهم ما ادري ركع وسجد، فمصورين هذا بالله لو كافر يطلع على هذا ايش يقول؟ نص المسجد النبوي راكع ونص ساجد مثلا. عيب والله، عيب نحن ننشر هذه المقاطع. صحيح ام لا؟ موجوده مقاطع، وعندنا من ينشر مقاطع اليوم الصلاه لانه اختلفوا بالقبله مثلا، صلاة الخوف، يعني مثل هذه المقاطع الآن ننشرها مشكلة. وإحنا ننشرها، طب لو اطلع عليها مسلم، لو اطلع عليها كافر، بعض المسلمين يطلع عليها ويضحك، طب لو ضحك هذا استهزاء أخواننا. فهمنا؟ والله استهزاء، لكن ما في من ينبه على مثل هذه المقاطع. أخواننا عندنا في هذه الأيام ترى بعض الإشكالات يعني ما حصلت في التاريخ. يعني التجرؤ على العلماء. تجرؤ على علماء السنة، كيف تتجرأ على عالم من علماء السنة؟ كيف تتجرأ على شيخ الإسلام؟ أنا لا أقصد، ما أحد يقول إنه شيخ الإسلام معصوم، لكن أنا ما تجرأ عليه. لماذا؟ لأن التجرؤ عليه تجرؤ على السنة. يقول اللي يطعن في أحمد زنديق لأنه أحمد، لا، لأنه إمام أمة أهل السنة، الطعن فيه طعن في السنة. الآن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثلا، والله هذا مسألة أخواننا مهمة جدا لنا هذه الأيام. يعني طالب علم الشيخ الألباني رحمه الله يقول مسكين هذا الألباني، كل إنسان يريد أن يعرف إيش يصنع يرد على الشيخ ناصر رحمه الله. صحيح. المهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله الآن
أراد يشرح ليش كتاب التوحيد قول مفيد صح؟ ما كتب كتب القول المفيد شرح كتاب التوحيد صح؟ تمام؟ هل كتب مخالفات انتقادات علل؟ لا. ايش كتب؟ قول المفيد شرح كتاب التوحيد، يعني رفع الكتاب. طبعا مثلا بعض العلماء يقول في هذا الايه يقول سبحان الله بعد ان شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الزاد عرفنا الزاد، قبل ما كنا نعرف الزاد. يستطيع ابن عثيمين رحمه الله ان يضع احسن من كتاب التوحيد واحسن من شرح من الزاد واحسن مثلا من اصول الفقه، صح؟ لماذا ما صنع هذا؟ لانه يعرف ان هذا الطريق خطا، لازم يمشي على هذا الطريق. هذا تقدم اذا له حق ولا بد اسير على هذا الطريق. هذا البركه، شرح هذه الكتب وضع الله سبحانه وتعالى في علم ايش؟ عندما نشرح كتب السلف يضع الله سبحانه وتعالى في علم من البركه. اما اجي اتعدى عليهم ما ممكن. يقال والله اعلم هذا الشنابط عندنا يعني لهم بعض الامور. يقول ابن مالك صاحب الالفيه كتب فائقه الالفيه ابن معتي. ابن معتي الزواوي الف الفيه قبل ابن مالك ومات. وجاء ابن مالك الف الفيه. فكتب في المقدمه فائقه الالفيه ابن معتي. ونام. عندما نام جاء في المنام من؟ ابن معتي. وقال له يا ابن مالك فائقة الألفية ابن معطي والحي خير من ألف ميت. قال أنا ميت ما أستطيع أنافسك الآن، أنا لو حي أنافسك لكن أنا ميت، لماذا تقول فائقة الألفية ابن معطي؟ فقام من النوم كتب فائقة الألفية ابن معطي وهو بسرق حائز تفضيلة مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وآخرة لي وله في درجة الآخرة سبقني له الحق في السبق صح؟ فالشيخ بن عثيمين رحمه الله خالف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع في بعض المسائل في كتاب التوحيد صح؟ قال هذه مخالفة، هذا قول باطل من دون تشعر. ايش صنع؟ رد من دون تشعر، قال هذه المسألة ليست مسلمة للمصنف رحمه الله. شوف الكلام، حتى تعرف طريقة السلف. العقيدة الطحاوية، عقيدة الطحاوية فيها إشكالات. جاء الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ابن مانع رحمه الله الجميع ويبغى ايش؟ ما كتب الانتقادات أو المواضع التي انتقدت على الطحاوي. قالوا هذا الكلام ليس الطحاوي، كلام الطحاوي في الطحاوية مخطوطات. يقول ابن باز رحمه الله هذا الكلام لو قيل أنه ليس من كلام الطحاوي لكان له وجه، ولا بد يحمل أحسن محمل. هذا الكلام لا يقبل، ولكن نحن نقول الطحاوي ما قال هذا، ولو قال أنه هذا مجسوس لكان له وجه. لماذا تصنع هذا الامور؟ قال لان هذا رجل معروف. نرد بماذا؟ حكمه. قلنا هذه الدعوه حكمه الدعوه. اخواننا كتب السلف هذه والله اخواننا نحن ما في الغالب الا من رحم الله ما عرفنا قيمه كتب السلف. ابن القيم رحمه الله تعالى كتب الزاد. اراد في الزاد ان اتكلم عن قضية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في الحديبية بالحرق والنحر، ما تحرك أحد صح؟ ابن القيم الآن إمام صحابة كيف يتكلم؟ مشكلة صح؟ أي كلمة تحسب على ابن القيم حتى وكان ابن القيم الصحابة أفضل من ابن القيم وأفضل من كل الأمم نعم. فجاء يريد ينقل المسألة، كيف ينقل؟ كيف يتكلم؟ قال هذا الفعل منه، هذا الفعل ما يعني هذا الفعل منه رضي الله عنه إلى الآن ما تكلم، من المغفور أيضا ما تكلم، لا المشكوك. والله لو تتعب ممكن حياتك ما تجد مثل هذا الكلام.
وتجد بعض المتأخرين اليوم يكتب في بعض القضايا عن الصحابة يا عجيب، يعني ممكن يكتب نفاق أعوذ، بل هذا الكاتب بهذا الكتابة هذا هو النفاق، والله ما شك لا شك في هذا، صح صحيح، لكن لماذا؟ لأنه ما قرأ كتب السلف، ما عرف كيف يتكلم في مثل هذه المسائل. هذا هو الإشكال أخواننا عندنا، عندنا اليوم يعني من يريد الظهور على ماذا؟ على كتب السلف، يريد يهدم كتب السلف، والله ما أرادوا أن يكون عندنا لا شيخ الإسلام ولا غيره ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ولهذا يعني يأتيك الكلام الآن، إيش نبغى التوحيد؟ محمد بن عبد الوهاب كذا وفلان كذا وفلان كذا. وبعض الناس يرى معك مثلا كتاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول ما شاء الله بن عثيمين ما شاء الله تبارك، لكن بن عثيمين عنده كذا، بن عثيمين رحمه الله عنده كذا، هذه تهدم عليه كل شيء، صح؟ صحيح. قول أحد الدكاترة عشرة ولا إيش؟ عشرة. طيب أنا أختم بهذه القصة بس. قول أحد الدكاترة عندنا، كنت جالس في مجلس، يقول يعني مثل هذا المجلس مثلا، يقول يعني في من هو أفضل مني، يقول في واحد يتكلم في الشيخ بن باز رحمه الله، يقول أنا التفت يمين التفت يسار، أحد يرد عليه؟ ما أحد يرد. قل ويتكلم هذا يتجرع إذا تكلم، وقل أنا رأيت أمام هذا ما وتضربت النوري كاسة الماء، فجئت قل كأني أخذ الماء أعطي الكفة الأول، وقل أمسكوني قلت يا أخوان أريد أعطي الثاني حتى ينسى الأول. والله صدق، والله بعض الناس يا أخوان يعني ما يصلح معهم الضرب، كيف يتجرع على علماء السلف، كيف تتجرع عليه، كيف والله عجيب تتجرع عليهم، والله ما يتجرع هو أنا أعرف هذا، وما يتجرع على الحاكم، وهؤلاء يعني أعلى من الحكام، والله أعلم عندنا، والله أعلم من الحكام، صح ولا لا؟ مو معنى هذا نخرج الحكام، لا، لكن عندنا هؤلاء أعلم من الحكام، إن هؤلاء يعني يحكموا على الحكام ويحكموا علينا ويعلمون السنة أخواننا، فكيف أن نتعدى على الأئمة؟ أنا لا أتكلم يعني مثلا، أنا أتكلم لأنه وصلنا بهذه الأيام إلى من يتكلم على عندنا على أحمد رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يا أخي، غير معصوم، نعم ما غير معصوم، هذه عندما أقول لك بعض الناس يعني سب الإمام أحمد الله، وهم متفقين اللي يقول أنه معصوم كفر أكبر أصلا، متفقين على هذا المسألة، غير معصوم صحيح، غير معصوم، قال هم رجال ونحن رجال، أعوذ بالله، أسأل الله سبحانه وتعالى هداية الجميع، جزاكم الله خير، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. تفضل أنا وحدي؟ وحدي؟ جميع الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ها؟ والشباب؟ ما Thank you.